واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم شقيب لايف. معاكم جوي التونسي، وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت. والنهارده يا اصحابي انا جاي احكي لكم حكايه صغيره عن التنمر. كان يا مكان ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا يا اصحابي كلنا عارفين ان لما نذكر النبي لازم نقول عليه الصلاه والسلام. كان في مره ولد، الولد ده بيحكي لباباه انه دايما اصحابه بيبعدوا عنه، وانه كمان ما بيكونش قاصد انه يضايقهم. هو بيكون فاكر بقى ايه ان هو لما بيتريق عليهم وهو بيضايقهم الناس بتضحك، هو كده خلاص عارف ان هم مبسوطين. بس بعد كده بيحصل العكس، بيضايقوا جدا وبيبعدوا عنه. بابا قال له لما تضايق حد او تجيب حد حاجه وحشه، عفوا، لما تجيب لحد حاجه وحشه يعني زي التنمر كده، او تهزر مع حد بطريقه مش كويسه، لازم تجيب مسمار وتدقه في الحيطه وتكتب اسم صاحبك جنب المسمار. عمل كده فعلا الولد، وعدى اسبوع والاب راح يتكلم مع ابنه وقال له شايف كل المسامير دي؟ انت هتروح تعتذر لكل اصحابك، وكل ما تعتذر لحد هتشيل المسمار بتاعه. وفعلا الولد عمل كده وشال كل المسامير. وبعدها بقى رجع بابا قال له شايف كل علامات مكان المسامير اللي في الحيطة دي؟ هو ده التنمر. التنمر مهما اعتذرت لحد بيسيب برضو علامة صغيرة. يعني يا اصحابي التنمر ده بيدمرنا وبيدمر نفسيتنا، وكمان احنا لازم نحب بعض ونحب الخير لبعض. خلصت حكايتنا يا اصحابي، واتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا درس كبير عن التنمر، وكمان اتمنى تكونوا استفدتوا برضو من المعلومات اللي اتعلمتوها عن التنمر، اللي هي ان انتم ما ينفعش تضايقوا حد، وكمان حتى لو ضايقتوه وصالحتوه برضو بيفضل فيه علامة. واتمنى تكونوا استفدتوا برضو زي ما الولد اللي في حكايتنا استفاد. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم شايب لايف. باي.